بكل ما في القلوب من حنين موجع وعيون مثقلة بدموعها، عانق ذو الأسير المحرر محمود الخفش فلذة كبدهم الذي غيبه الاحتلال عنهم سنوات طويلة، تركت جرحا نازفا التأم برؤيته حرا طليقا بين أحبته وأبناء قريته مردا. كل يوم عن 20 سنة قضاها في السجون من عذابات التعذيب والضرب والشبح والقتل. 3 أيام بعد إفراج عنه بقي في بالبوسطة مكلبش في يديه، واليدين في علامات على يديه من أثر السيور التي كانت في يديه وفي رجليه. غير هذا كل ما مر من باب أحد الجنود يركله أو أحد يضربه، وعندما مسكناه والله لو أني رحت لحالي ما عرفته لما أجا لما وصل ما أعرف، بس الحمد لله رب العالمين أهل بلدي أبناء عمومتي على رأسي هم اللي كانوا سندا لي. تنسم محمود عبق الحرية بعد 20 عاما في سجون الاحتلال في لقائه مع أبناء قريته وذويه، مشاعر لن تصفها كلمات، مشاعر الأب والأخ والأخت وأسى ترك آلاف من أبناء شعبنا خلف جدران سجون الاحتلال ينتظرون حريتهم. رسالة الأسرى للجميع أنها تفريج عن الأسرى والتخفيف عنهم. الأسرى يعانون من ضغط كبير جدا من السجان، من ظلم السجان، من قهر وجوع. أنا جئتكم من مجاعة، من مجاعة حقيقية للأسف. والله أرسل وجه إرسالي لأخونا أبو مازن أن يضغط على المؤسسات الدولية والهيئات والمؤسسات العالمية بالضغط على هذا الاحتلال، على ظلم هذا الاحتلال في الرفع والتخفيف عن الأسرى. الأسرى ينكل بهم في البوسطات، الأسرى ينكل بهم في غرفهم، وحدات القمع تدخل عليهم في يوم وتنكل بهم وتضربهم. الأسرى لا يملكون شيء. أود أن أشكر شعبنا أمتنا في الوقوف والالتفاف حول قضية الأسرى. والله يا أخوي أنا مرت في فترة علي إن الله أعلم فيها، الله يعين كل أم أسير، الله اللي فرحني يفرحهم الجميع. 50 كيلو صار الولد 50 كيلو وهو كم يجي وزنه، أنت كنت شايفه مش قادر يقعد على الكرسي. الله يعينه، الله يكون معين 4 أيام ولا لكم يحطوا في تمهم. الله يهونها على الجميع، الله اللي جبر كلبي يجبر كلب جميع الناس الأسرى يا رب. ويبقى الأسرى شعلة لا تنطفئ وبوصلة نحو التحرر والاستقلال لما قدموه من تضحيات دفعوا ثمنها زهرة شبابهم وأجمل سني عمرهم. اليوم استقبلت قرية مردى ابنها محمود الذي ترك خلفه الآلاف من الأسرى يعيشون جحيم المعتقلات الإسرائيلية التي تنتهك أبسط حقوق للإنسان. من قرية مردى محمد شتيه، تلفزيون فلسطين.